مشاهدينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله بالخير اوقاتكم، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الاعزاء كالمعتاد ناخذ محورين اساسيين، في المحور الثاني نتناول المفاوضات المتوقفه في انتظار المكان الامن، بينما في محورنا الاول ناخذ السفارات العربيه التي استأنفت عملها من عدن، وهنا نتساءل ماذا يعني استئناف السفارات العائده الى اليمن عملها من محافظه عدن، وهل سيغير عوده البعثات الدبلوماسيه من واقع العزله المفروضه ام ستبقيها على صنعاء؟ لمناقشه هذا الموضوع يسرني ان ارحب بضيفي في الاستوديو الدكتور عبد الخالق السمده، استاذ مساعد علوم سياسيه وعلاقات دوليه جامعه صنعاء وعضو المنتدى السياسي للتنميه الديمقراطيه. اهلا دكتور عبد الخالق. حياكم الله. اهلا وسهلا. كما ارحب بالدكتور محمد عبد المجيد قباطي المستشار السابق لرئيس الوزراء معنا من لندن. اهلا وسهلا دكتور محمد. اهلا وسهلا اخي. اهلا وسهلا. يا مرحبا فيك. سنتابع ضيوفنا الكرام ومشاهدينا الاعزاء ايضا هذا التقرير الذي اعده الزميل فؤاد فارس، ثم نبدا حوارنا. العاصمة للانقلاب من طوفان غضب الشعب، والعاصمة للانقلابيين في ظل نقل السفارات. بهذا الاتجاه في قراءة الأحداث يذهب محللون بعد أخذ الأحداث منحاً تصاعدياً مستمراً حتى اللحظة، فبعد خطوة إغلاق السفارات في صنعاء لم تلبث بعض السفارات أن أعلنت استئناف عملها من عدن، وإذا كان إغلاق السفارات في صنعاء قد شكل دليل عزلة دولية مفروضة على الانقلاب، فإن استئناف السفارات عملها من عدن مؤشر دعم لشرعية يمثلها هادي وإشارة لعاصمة مؤقتة تؤدي دورها بعد وقوع العاصمة في عين العاصفة. خطوة نقل السفارات عملها إلى عدن فرضت على مفردات الحوثي نحو الخليج نبرة حادة قرأ فيها مراقبون إدراك الحوثيين لخطورة الخطوة، رغم أن ظاهر الخطاب بدا مستهينا بها بل ومستهينا بكل شيء يدور خارج نطاق دائرة الانقلاب. كل المؤشرات تدل إذن على أن الخناق يضيق يوماً بعد آخر على الانقلابيين، وكل الأصوات تنادي ألا مخرج إلا في الحوار. وإذا كان الثقل الأكبر على الأرض ثقل الشعب قد حدد موضعه واتخذ موقفه، فإن المواقف الخارجية تبدو ملقية بثقلها أيضاً في ذات الاتجاه، اتجاه الرفض الداخلي والخارجي لكل وضع خارج عن مسار الشرعية الطبيعي. وإذا كان الانقلاب يعتمد على حبل يمتد من هنا أو هناك، فإن واقع الحال يؤكد أن كل حبل لا يقويه الشعب ينقطع، كما أن السياسة المعاصرة تجعل من المستحيل المضي بعيدا دون مراعاة للعلاقات الدولية خصوصا علاقات الجوار. وإذا كانت كل هذه العلاقات تتجه باتجاه الشعب ورئيسه، فإن السؤال الملح يكون: هل يدرك من في صنعاء أن نقل سفارات وبقية الخطوات قلبت الوضع على الانقلاب؟ شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. لو أبدأ مع ضيفي في الاستوديو هنا دكتور عبد الخالق، عادت مؤخرا مجموعة من السفارات العربية إلى عدن، من ضمنها لعلها سفارة المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات وأخيرا الكويت، وهناك حديث عن عودة مجموعة أخرى من السفارات خلال الأيام القادمة، ماذا يعني ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج. على السفارات اليوم هو استئناف للشرعية السياسية التي تم اختطافها من قبل مجموعة متمردة وخارجة عن القانون. اليوم إعادة السفارات للعمل في عدن معناها استئناف لدور الدولة أو الحكومة اليمنية في ممارسة مهامها وأعمالها، بتعطي انطباع أيضا أن اليمن محل اهتمام هذه الدول، وأنها لن تترك هذا البلد يخرج عن إطار وهويته العربية الأصيلة. نحن نعرف أن هذه الجماعة أرادت أن تنحي باليمن منحى آخر خارج عن إطاره العربي. تمثل اليوم عودة هذه السفارة أهمية لليمن
بما يمثله اليمن من عمق استراتيجي من الناحية ربما السياسية أم من نواحي أخرى؟ لا، من كل النواحي. ويعني اليمن اليوم يمثل عمقا استراتيجيا بكل ما تعنيه الكلمة، في بعدها الأمني، في بعدها الاقتصادي، في بعدها السياسي، في أبعاد كثيرة لهذه ربما أيضا البعد الاقتصادي داخل في الموضوع؟ بالتأكيد. طيب دكتور محمد عبد المجيد قباطي، وأنت تتابع أيضا عودة السفارات إلى عدن، ماذا يعني عودة السفارات أولا، ثم ما الذي يعنيه عودتها إلى عدن؟ أخي، لاحظ أنه السفارات هذه تمثل الدول، والرئيس استعاد شرعيته بوجوده في عدن، وبان كي مون قال يحق للسفارات للدول أن تفتح سفاراتها بأي مكان. الموضوع ليس موضوع رمزي، الموضوع متعلق بقضايا السيادة الكاملة. الآن الرئيس الشرعي على تواصل كامل مع كل الدول ذات العلاقة والمهتمة بالشأن اليمني، والتي تشعر بأنه ما يجري في اليمن يهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي. وبالتالي الآن أصبح الرئيس الشرعي مطلق له مطلق الحرية في التعامل مع العالم كله، بعد أن كان محاصرا في من قبل الإنقلابيين في صنعاء. هذا قلب موازين اللعبة بالكامل على الصعيد. يعني الرئيس الآن بيده الشرعية بأن يتصرف بكل شيء، وعدن أصبحت العاصمة الفعلية الآن، يتقاطر إليها المبعوثون الدوليون، وصل يعني عبد اللطيف الزياني، السفراء الآخرين، بن عمر زاره، وأصبح هناك الدولة استعادت يعني وجودها على الصعيد الفعلي، وعلى الصعيد يعني قدرتها على التعامل مع العالم كله الخارجي والإقليمي. تعتقد قد يكون هناك أيضا توافد لمجموعة أخرى من السفراء العرب والأجانب؟ بالتأكيد المؤشرات كلها تدل أن السفارات الآن ستعود، بالذات بعد تصريح بان كي مون. يعني تصريح بان كي مون لم يكن كان هاما جدا في هذا السياق، عندما يقول أي وهذا فعلا معروف، أي يعني هي قضية تسهيلات، أنه تختار الدول فتح سفاراتها في العواصم عشان تسهيل التواصل مع يعني مع الأجهزة ومع الدولة. لكن ما دام الرئيس موجود في عدن فالسفارات ستعود كلها إلى عدن، ومتوقع أن بقية السفارات الدول الكبرى، يعني السفارة الأمريكية، البريطانية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، متوقع أنهم يعودوا قريبا إلى هناك. وهذا يعني أظن ما أربك المشهد على الإنقلابيين، ورأيناه من خلال الخطاب يعني الذي أظهر مدى الإرباك الكامل وحالة يعني فقدان القدرة على التعامل حتى العقلاني مع الأحداث. يعني ما سمعناه من عبد الملك الحوثي يدلل على حالة الهلع التي يعيشها الانقلابيون، وهم الآن أصبحوا معزولين وسينعزلوا أكثر. الطائرات تتجه المطار، عدن سيستعيد قدرته، وهو عدن كانت عاصمة يعني وأساسا هي حاضرة الحاضرة المدنية اليمن على مدى التاريخ، وثغر اليمن طول الوقت. وبالتالي لم ينتقل العاصمة إلى مكان معزول، انتقل إلى مكان مفتوح على العالم كله، وسيعود المطار، وسيعود البنك المركزي، وهم يقلقوا طبعا من آثار هذا على الذات على الصعيد الاقتصادي. الآن الدول كلها، المملكة العربية السعودية وكل الدول، ستمنع أي تعاملات مع البنك المركزي في صنعاء، ومفروض حتى البنوك التجارية هناك. وبالتالي هذا هو ما يقلق هؤلاء الناس، ويشعرون بعزلة كاملة. ومن هذا المنطلق يؤدي حتى أحيانا ردود أفعالهم غير عقلانية فيما يخص، يعني عندما يقول المبعوث الأمم بأنه أصبح لديه صلاحية من مجلس الأمن ومن الرئيس بأن ينقل الحوار لمكان آخر، انفضح التحالف العفاشي الحوثي بشكل واضح عندما يرفضون نقل هذا الحوار. والحوار يعني في النهاية يبدو أنهم هم يريدوا أن يقودوا البلد نحو منزلق الاحتراب الداخلي، وهذا هو الأجندة اللي نحن عارفينها منذ أن أقسم يعني علي عبد المصالح بشكل واضح عندما طيب. على المبادرة الخليجية وقال المهم التمكين. يعني من البداية ما كان عنده نية للتمكين وعنده نوايا للانقلاب، وقر البلد إلى مزالة التهلكة. طيب كم معي دكتور محمد. دكتور عبد الخالق، عودة السفراء إلى عدن وممارسة أعمالهم من هناك، هل يكسر العزلة عن اليمن بشكل عام، أم أنه أيضا يضع صنعاء في عزلة؟ أول شيء من حيث كما قال الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، اليوم هناك شرعية واحدة تمثل الشرعية اليمنية، أما هذا هي حالة استثنائية وحالة خارج المألوف
بالمعنى الحرفي للنصوص القانون والدستور اليمني النافذ وحتى المبادرة الخليجية وآلية التنفيذية ومخرجات الحوار. كل المرجعيات التشريعية اليوم هي هذه الجماعة هي خارج هذه المرجعيات جملة وتفصيلة يعني اليوم عودة السفارات لأنها في صنعاء مورس عليها يعني انتهاك صارخ يعني في خارج المألوف الدبلوماسي يعني ما يعني هناك مواثيق دولية وهناك عرف سياسي ودبلوماسي لعمل السفارات. كنا نرى التعسفات التي تحدث لهذه السفارات في صنعاء اليوم عودتها إلى عدن كما قال ضيفنا من ضيف البرنامج من لندن. عدن ليست في قشقر ولا في هي في طب بل هي العاصمة الشتوية لليمن ولا زلنا في فصل الشتاء يعني لكن عودة وبالتالي ممارسة هذه ليس هناك يعني محظور قانوني أو بالعكس يعني اليوم هي تشتغل في إطار قانوني بحت لأن هذا واضح صنعاء عدن هي العاصمة الاقتصادية وهي عاصمة البلد الشتوية ولا زلنا كما نقول في فصل الشتاء ومن حق أيضا يعني السلطات الشرعية أن تنقل أعمالها إلى أي مدينة أخرى ليس هذا واضح لكن العودة عدن. كسرت العذر الذي كانت مفروضة على اليمن بلا شك اليوم العودة كسرت العزلة الذي كانت مفروضة نتيجة الاختطاف السلطة من هذه الجماعة اليوم عودة كما قلنا واستئناف السلطة لعملها بعد أن خرج الرئيس من صنعاء تبعه استئناف للعمل الدبلوماسي من عدن ولا أتصور أن هناك اليوم هناك فعلا انفراج في الأزمة السياسية هل نستطيع أن نقول الآن أنه في صنعاء أو أن صنعاء معزولة أيضا أم أن العزلة انكسرت بعودة المبعوثين الدوليين؟ أعتقد إذا ظلت هذه الجماعة يعني في غيها وفي صلفها الذي تمارسه في صنعاء فسيفرض بلا شك عزلة على صنعاء هذا ما لا نتمنى يعني. اليوم أنا أختلف مع الدكتور محمد في قضية البنوك وفي قضية لا اليوم البنك المركزي الأصل في صنعاء أنه يتبع السلطة الشرعية وبالتالي حيخضع لن يخضع إلى سلطة هذه الجماعة الإنقلابية وإنما سيخضع إلى السلطة الشرعية التي تدار اليوم من عدن وبالتالي مؤسسات البنوك التجارية المؤسسات والمصالح العامة الأصل في طالما هناك سلطة شرعية يعني للبلد انتقلت من صنعاء إلى عدن فالأصل أنه حتى سلطات صنعاء تخضع لهذه هذا الأصل لكن يعني. يبدو أن المسيطرين على الوضع لن يتركوا السلطة الشرعية تتحكم بهذه المرافق التي أشرت إليها بالتأكيد أنه لن يتركوها ولكن ستكون هذه السلطة معزولة كما قلنا من حيث الأداء الإداري والسياسي وبالتالي ستسبب وهذا ما لا نتمنى يعني ستسبب إعاقة للعمل في داخل صنعاء. نحن نأمل إنه اليوم يستجيبوا هذه الجماعة لمنطقة العقل للنداءات المسؤولة التي تطلق من هنا وهناك لاستئناف الحوار في مكان آمن بحيث يترك مجال للمتحاورين أن فعلا يعني يخرجوا برؤى تخدم هذا الوطن لا بالرؤى الأحادية التي يفرضها سنتناول ربما هذا المحور بشكل تفصيلي أكبر. دكتور عبد الخالق دكتور محمد فيما يتعلق بعودة السفارات إلى عدن بالتحديد هل نستطيع أن نقول أن عدن اليوم أصبحت مدينة آمنة لانتقال السفارات إليها؟ بالتأكيد أخي شوف عدن لديها ميزة يعني من حيث موقعها الجغرافي يعني بالإمكان دائما عدن أن تحمى يعني وبسهولة كبيرة جدا يعني مسألة الحماية موجودة بالكامل لعدن كل النواحي أي حماية تقصد يا دكتور؟ الحماية العسكرية الأمنية المحلية أم الدولية؟ يعني. المحلية أم الدولية؟
انت تريد ان تقول طبعا حتى الدوليه يعني ما حد ينكر بانه اهميه عدن بحكم ارتباطها باشرافها على مضيق باب المندب ومن الجيو من ناحيه الجيو استراتيجيه والجيو عسكريه محميه بالكامل. طبعا هناك الاساطيل موجوده يعني، وقد قيل لهم اكثر من مره عدن خط احمر يا اخي، ما عاد يعني موضوع هذا يعني تحدث فيه الصحافه العالميه بشكل كبير، بل انه صحيفه ديلي اكسبرس قبل حوالي سنتين عندما يعني تآمر عفاش واسقط ابين وزنجبار في تلك المؤامره الدنيئه التي ايضا فجر فيها مصنع اكتوبر ويعني راح ضحيته حوالي 300 من اخوتنا من ابناء ابين، قيل لهم بانه عدن خط احمر، هذا مكان لا يمكن يقبل هنا مصالح العالم، هنا مصالح الاقليم، واذا يعني بالنص كذا اذا نزلتم في عدن ستجدون في الارض نواجهكم، لانه مصالح العالم تتقاطع هناك، وبالتالي هم يدركوا، وهذا ما يعرفه الحوثي ويدركه علي عبد الله صالح، ويعرف تماما بانه الان عليهم ان يعودوا الى العقل والرشد ونعود للحوار. نحن لا نريد أن طيب يا دكتور يعني قبل الحوار يعني عدن ايضا لا ننسى ان هناك حراك جنوبي على الميدان فاعل ومتحرك ويطالب بحقه في تقرير المصير، كما أن هناك معسكرات وربما مراكز أمن لا يستطيع أحد أن ينكر أنها ربما تدين بالولاء لقوى النفوذ السابقة. بالتأكيد هذه يعني مأخوذ الاعتبار من هذا المنطلق طبعا، حتى الواحد يتعلم أن يرى، لأنه ما تقدر أنت تدخل في نفوس الناس. من هذا المنطلق كان يعني إخراج بعض القوات من الحرس يعني الحرس الذين يشرفون على القصور الرئاسية ومواقع يعني الدولة المفصلية، تم يعني إخراجهم منها وتسليمها لقوات يأتمن عليها الرئيس. لكن في النهاية أنا أقول إنه هؤلاء الناس يجب أن يدركوا صعبة عدن منيعة عليهم بأن يحاولوا أن يربكوا المشهد، ومحاولة حتى الزق بنا نحن في الحراك الجنوبي ومحاولة يعني إيجاد نوع من يعني التناحر بين الجنوبيين، هذه مسألة أظن فوتتها الفرصة الآن بوجود الرئيس عبد الرب منصور هادي، وهو سيفتح الآن حوار مع كل العقلاء والراشدين من إخوتنا في الحراك وبقية فصائل الحراك التي كانت على حق، لأنها كانت تقول أن هؤلاء الناس لا يؤتمنوا. نحن استمرينا في 10 أشهر من الحوار يا أخي، وكان إخوتنا في الجنوب يقولنا أنتم تخونون، وكنا نقول لهم دعونا نمشي وراء الكذاب إلى باب بيته، وأثبت العالم بأنه بعد التوقيع وأن أمهروا توقيعاتهم على وثيقة الحوار الوطني ومخرجاتها الأساسية في بناء دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية حديثة انقلبوا عليها، وقت ما صيغة أو ما خرجت المسودة الأولى للدستور انقلبوا على هذا الواقع، وكان واضح بأنهم لا يريدون لا بناء دولة مدنية ولا بناء دولة فيدرالية ولا الشراكة مع بقية المكونات في هذا يعني في هذا الكيان الواحد. إذا لهم حق بأن يكونوا، وبالتالي الآن المسألة يعني على هؤلاء الناس وموقفنا نحن في العراق، على هؤلاء الناس أن يقبلوا بعدن عاصمة اليمن كلها، ولا عدن ستتحول عاصمة الجنوب بشكل فعلي وأوتوماتيكي من نفس المنطلق الذي ربما يعني تم في عام 94 عندما أعلن علي سحان البيض بأنه يعني إعادة بناء جمهورية اليمن الديمقراطية، ولكنها ستمتد إلى حيث أن تصل شرعيتها في إطار لكن هذه مشكلة دكتور دكتور محمد، تبقى هذه مشكلة إذا كان في طرف يتمسك، ليس انفصال إذا كان الطرف الآخر يتمسك بخياراته ويدفع بالشعب نحو هذه الخيارات، من المشكلة أن تلبي له هذا الطلب. لا تلبيه، أنت ثبت شرعيتك حيث ما هو موجود، ويتعامل عن الرئيس تعامل مع محافظي ثلاث محافظات أساسية في إقليم سبأ، وتعامل أيضا من سابق نزل محافظ تعز وإقليم الجند، وسيتعامل مع الجميع. لكن لابد في النهاية إذا كان يعني هؤلاء الناس استمروا في غيهم ويريدوا أن يستعيدوا يعني مثل هذه الهيمنة التي عفى عليها الزمن يا أخي، هيمنة قائمة على أساس طائفي مناطقي عنصري مقيت، لا يجب على عليهم أن يدركوا بأن هذا المنطق لن يقبله الشعب بكامله. طيب. ونحن لا ندعو إلى انفصال، وإنما ندعو إلى تثبيت أسس لكيان يستطيع أن يتمدد على الجغرافيا اليمنية كلها
دون اعطاء اي فرصه لهؤلاء الناس. وضحت الفكره دكتور، ساعود اليك. بس كلمه واحده، تفضل. يعتبرون انفسهم مقلين لجغرافيا ذات طابع معين، وهذا مرفوض بالكامل. ساعود اليك يا دكتور. دكتور عبد الخالق، بما يتعلق بخطاب عبد الملك الحوثي قبل يومين، هاجم فيه بشكل كبير المملكة العربية السعودية أحد دول الجوار، ويعني بعد هذا الخطاب والتحريض ضد دولة مجاورة فاعلة، هل ستعتبر سفارتها أو سفارة الخليج بشكل عام الذي أيضا طالها التهديدات، ستعتبر من عدن مثلا مكانا آمن، أو من اليمن بشكل عام مكانا آمن لا يمكن أن تتعرض من خلاله لتهديدات؟ طيب، في البداية ينم عن غباء شديد. يعني نحن اليوم كل الدول لا يمكن أن تعيش بمعزل عن محيطها الإقليمي والدولي، وأصبح كما قلنا فقهاء في أكثر من مكان، أنه فقهاء القانون الدستوري يقولوا أن الركن الخامس من أركان الدولة هو الاعتراف الدولي. نعم. إذا كانت تريد هذه فعلا كما تزعم أو تدعي أن لديها شرعية، الأصل أنها تحسن علاقتها، لكن للأسف الشديد اليوم في نفور كبير، في استعداء للخارج، ليس على السلطة اليمنية وإنما على الشعب اليمني. اليوم خطاب عبد الملك الحوثي تجاه الشقيقة السعودية فيه إسفاف كبير، ولولا أنه نتصور حنكة وحكمة القيادة السياسية السعودية، ولا كان سيكون له تبعات كثيرة يعني، وإحنا ولا نتمنى أن يكون له هذه التبعات، خاصة فيما يتعلق بالهجوم على، لكن بما يتعلق بعودة السفارات يجعل السفارات أيضا وضعها غير آمن. في عدن أنا أتصور لوجود السلطة هناك سيرتب الأوضاع في عدن، وسيجعل عدن من آمنة أكثر مما تكون السلطة في هذا إذا تم ترتيب. حتى الآن لم يتم الترتيب. أعتقد أن هناك خطوات جارية وحثيثة لترتيب الأوضاع الأمنية في عدن، وهناك جدية في الموضوع هذا، والدليل التعيينات الأخيرة، يعني على أساس لا ما نستطيعش نقول أنه ما فيش ترتيبات في عدن، لأنه رأينا أن هناك قرارات تم اتخاذها بما يحقق إعادة تموضع القوات المسلحة والأمن وترتيب الجانب الأمني لعدن كعاصمة سياسية مؤقتة للدولة اليمنية. استمرار السلطة السياسية هناك بما فيها الرئاسة وانتقال الحكومة والسلطة التشريعية انتقلت لهناك، أعتقد أنه سيجعل من الهاجس الأمني هو الهاجس الأهم في هذه المنطقة. طيب، وبالتالي أتصور أنه ستتخذ إجراءات حازمة في حول تأمين مدينة عدن لتكون عاصمة سياسية. وحتى الآن لا يوجد التخوف هذا الذي يثار حول الجانب الأمني، لأنه لم نشهد حوادث أمنية بالمعنى الذي تجعلنا نخاف على مدينة سابقا عدن. أقصد الآن منذ أن انتقل عبد الرحمن، لكن لا ننسى أن اللواء الركن قطن تم اغتياله في داخل عدن. طيب، وتم اغتيالات في صنعاء، وتم اغتيالات في تعز، وتم اغتيالات، يعني وضع اليمن كله يعني اليوم غير آمن. طيب، لو كنت قد أشرت يا دكتور، لأن الوقت بدأ يداهمنا، كنت قد أشرت إلى موضوع احتمالية أن تكون عدن هي عاصمة بديلة أو مؤقتة بمعنى أصح، حتى يتم استعادة العاصمة صنعاء. إلى أي مدى يمكن هذا الكلام يكون واقعي، أن تنقل العاصمة وتترك العاصمة السابقة؟ لماذا لا تعلن مثلا، البعض يرى هكذا، العاصمة صنعاء عاصمة محتلة ويتحرك الجميع لاستعادتها، بدلا من الذهاب لإنشاء عاصمة جديدة ثم ينسى الأمر إذا تم الإسلام؟ أعتقد أنه الظرف السياسي والأمني فرض على اليمنيين أن ينقلوا العاصمة إلى عدن. يعني نقلها هو من أجل عمل ترتيبات لاستعادة السلطة الشرعية ونقل، ومن ثم العودة إلى صنعاء. لا يعني إحنا نقول أنها مؤقتة من أجل عمل الترتيبات. اليوم صنعاء لا يمكن أن تجري فيها حوار، لا يمكن أن تمارس فيها سلطات. نحن نعرف أن هذه الجماعة يعني مجموعة
قد لا يحملوا أحيانا ابتدائية، تسيطر على وزارة بكاملها، تأخذ ختم الوزير، تأخذ الخطومات الرسمية الأخرى الصادر والوارد والكذا، وتتحكم في أعمال الوزارة. إذن كيف يمكن أن تدار عمل بهذا الشكل؟ وبالتالي فرض الأمر الواقع، وفرضت أيضا الاستقالة الذي لا زال اليوم يعني يتغنوا بها، أنه الحكومة إذا قدمت استقالتها لابد أن تمارس عملها. هذا من الناحية الواقعية والدستورية 100% نحن معاهم، لكن متى؟ عندما يترك لهذه الحكومة أن تمارس عملها بحرية كاملة. أما أنه أنت تفرض تقول لها يعني ضروري تمارسي عملك يعني على أساس حكومة تصريف أعمال لكن وفق ما أشتي أنا، هذه مسألة فيها خطورة كبيرة يعني. وبالتالي إذا كان من منع الحكومة من ممارسة ومزاولة مهامها كحكومة تصريف أعمال فهي هذه الجماعة بعنجهيتها وبقوة السلاح الذي تمارسه على أعضاء الحكومة، ولا يمكن لهم أن يتحولوا إلى تصريف أعمال تحت إدارة لجان القوة السلاح يعني. دكتور محمد عبد المجيد، فيما يتعلق بوضع الرئيس عبد الرب منصور هذه اليوم، وكيف يمكن أن يستفيد من انتقاله إلى عدن وعودة السفراء إليها؟ دعني فقط مشير بشكل على عقالة بموضوع الأمن. لاحظ أنه ربما بعض الأخبار لا تغطى. شوف قائد الشرطة العسكرية اللواء عوض محمد العولقي وصل إلى عدن، نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر الأغشع وصل إلى عدن، وهذا مؤشرات على أنه القيادات الأساسية فيما يخص النواحي الأمنية الآن أصبحت موجودة في عدن، وبإمكانها أن تشرف على هذه الجوانب اللي أنتم التي نحن كنا نناقشها. فيما يخص عبد الرب منصور هادي، بالتأكيد هو الآن يستعيد زمام المبادرة ويتواصل، ويعني بالتأكيد الآن نحن في انتظار مسألة القبول بنقل الحوار. ما لم يقبلوا بنقل الحوار فحينها الأمور، ولاحظ أن مجلس الأمن الدولي خلال اليومين القادمين سيستعيد فتح النقاش حول تنفيذ يعني متطلبات القرار 2101 الذي صدر، والحوثيون كان أمامهم يعني أسبوعين لكي يخرجوا من ويسلموا المقرات المختلفة والمواقع المختلفة ويخرجوا من المؤسسات الدولة من العاصمة ويسلموا السلاح وينفذوا كل ما توافقوا عليه. ما لم تفعل يعني المجتمع الدولي والإقليم سيبدأ يعني يتخذ إجراءات تقتضي منه أن الشرعية الدولية تستمر والشرعية أيضا الداخلية وفق ما. طيب يا دكتور، أنا أريد أختم معك بعجالة في موضوع يعني رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي لا يمكن له لوحده أن يدير ظرفا استثنائيا للبلد في مثل هذا الحال، وبالتالي يحتاج إلى مجاميع مساندة، يحتاج إلى لجان خبراء، يحتاج إلى فرق عمل. الوضع بلا شك معقد ولا يمكن أن يرمى بعواهله على الرئيس هادي. ما الذي يحتاجه بالتأكيد بسرعة؟ بالتأكيد أنا عشان كده أشرت إلى القرار. لاحظوا القرار 201 طلب بالإفراج عن الحكومة ورئيسها رئيس الوزراء الأستاذ خالد بحاح والباقيين، إذا ما لم يفرقوا عنهم بعدها الرئيس طبعا لا يعني يبدو أنه سيتجه نحو تشكيل حكومة مصغرة وطاقم متكامل لإدارة شؤون البلد ومتابعة كل هذه الجوانب. لكن نحن في انتظار فقط أنه يمر هذا الأسبوعين الذي قرار مجلس الأمن الدولي طالب فيه من الإنقلابيين بأن يمتثلوا للشرعية الدولية والإقليمية والشرعية الداخلية أيضا شرعية الرئيس. ما لم فالرئيس طبعا سينطلق وسيبدأ يشكل إداراته بمختلف يعني المفاصل الدولة. وأنا قلت لك وصل الآن نائب وزير الداخلية اللي هو الرجل الأساسي اللي كان يدير الداخلية في داخل صنعاء اللواء الأغشع، والأمور كلها ستأخذ بعدها اتباعا. القضية أيضا الاقتصادية قبل أن ننسها، وقضايا المال وقضايا يعني استلام الناس لمرتباتهم، استلام الناس لمتطلباتهم والحياة المعيشية لآخر ذلك. ومن هذا المنطلق أنا أشرت أنه بالتأكيد الدول ستمنع الآن التحويلات المالية لفروع البنوك في صنعاء لأنها خارجة عن إطار السيطرة السيطرة القانون. يعني هناك فوضويين يجوا يفرضوا على البنك المركزي ما يريدوا، يفرضوا على البنوك. شكرا لك يا دكتور. يعني هذه النقطة مهمة جدا أيضا.
أنا أشكرك الدكتور محمد عبد المجيد قباطي المستشار السابق لرئيس الوزراء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن. لو أختم معك يا دكتور عبد الخالق بنفس النقطة، رئيس الجمهورية لا يمكن له أيا كان، يعني ما فيش واحد يعتبر نفسه سوبرمان، يحتاج إلى فرق إسناد، يحتاج إلى يعني خبراء دارسين، يعني فرق عمل بلا شك. ما هذه الأشياء التي يحتاجها رئيس الجمهورية اليوم؟ بالتأكيد أول ما يحتاجها هو استئناف الحكومة لعملها. فعلا هناك مجموعة الآن محاصرة ومقيدة في تحت الإقامة الجبرية لهذه الجماعة. أنا لست مع تشكيل حكومة مسخرة، لا لا، على أساس نحافظ على الشرعية التي تمت فيها. إحنا اليوم نستأنف ونستعيد الشرعية التي كانت قائمة، وبالتالي أنا مع بقاء الحكومة السابقة أن تدير وتصرف أعمالها. رئيس الحكومة محجوز في صنعاء، ينوب عنه أحد الوزراء، الوزراء الذي تحت الإقامة الجبرية عندهم نواب بإمكانهم أن يديروا، الذي لا يستطيعوا أن يديروا أو لا يوجد نواب لهم يتم تعيين نواب للوزراء، إضافة إلى إجراء تعديل طفيف للوزراء الذي فعلا ثبت أنهم غير جديرين بتحمل هذه المسؤولية وأنهم منساقين وراء هذه الجماعة، وبالتالي لابد من عودة الحكومة واستئنافها من عدن لممارسة مهامها بشكل كامل حتى تستكمل البنية المؤسسية للدولة في عدن. الأجهزة الأخرى والمؤسسات لابد أيضا أن تستأنف أعمالها أيضا من عدن. المجلس الاستشاري الذي كان قائما يجب أن يستأنف أعماله، وأعتقد أنه مجموعة من المستشارين اليوم وصلوا إلى عدن بحيث تكتمل كل سلطات الدولة وتبدأ هذا لإدارة يعني شؤون الدولة، لإدارة الأزمة التي فيها البلاد التي عليها البلاد. لا شك أنك تتعامل مع جماعة تتعنت تناور تتقدم ولا تتراجع، توقع ولا تعترف بتوقيعاتها. مثل هذا العمل يحتاج إلى تنسيق أيضا مع دول الجوار والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ القرارات، هذا يحتاج إلى فريق. اليوم بالتأكيد اليوم أيضا يعني كما قال أيضا ضيفنا من لندن أنه لابد أن تستأنف عملية الحوار، لكن في الأجواء الذي الآمنة والمهيئة لإنجاحه، مش بفرض كذا. وهذا موضوعنا، وهذا بالضبط يعني هذا النقطة الأولى، على أساس ما لم يعني فيتم اتخاذ الإجراءات السياسية والأمنية اللازمة لاستعادة سلطات الدولة على كامل التراب الوطني. أنا في تصوري أنه حيلزم إجراءات سريعة وعاجلة تتخذ في استعادة أول شيء كما قلنا هيكلية الدولة. إدارة الأزمة هي تتم بإدارة وإشراف رئيس الجمهورية من خلال مستشاري ومن خلال الحكومة وأيضا اللجنة الأمنية. أيضا من المهم جدا أن يعاد تشكيل اللجنة الأمنية بعد أن أدخلت عليها التعديلات بالقوة الذي فرضها الإنقلابيون، وتستأنف أعمال اللجنة الأمنية أعمالها من عدن، لأنها هي من يدير يوكل لإدارة الملف الأمني. شكرا يعني جزيلا لك، شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الخالق السمدة، أستاذ العلوم السياسية، أستاذ مساعد علوم سياسية وعلاقات دولية في جامعة صنعاء، وعضو المنتدى السياسي للتنمية الديمقراطية. أشكرك أشكركم مشاهدين الكرام، وننتقل بكم إلى محورنا الثاني بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم بعد الفاصل مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج مستقبل وطن، والتي نأخذ من خلالها المحور الثاني المتعلق بمفاوضات متوقفة في انتظار المكان الآمن. وهنا نتساءل، لماذا يرفض الحوثيون وحلفاؤهم نقل المفاوضات إلى مكان آخر؟
وما إمكانية أن يكون البديل دولة عربية مجاورة؟ وهل تعتبر أو هل تغيرت أولويات الحوار مع خروج الرئيس هادي إلى عدن؟ مناقشة هذا الموضوع استضيف هنا في الاستوديو الأستاذ محمد شمسان الكاتب والمحلل السياسي. أهلا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. كما أرحب بضيفي عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الضيفاني محلل سياسي من تعز. أهلا وسهلا أستاذ عبد الله. حياكم الله. الصوت ضعيف. سيتحسن الصوت إن شاء الله، لكن سنبدأ بمتابعة هذا التقرير الذي أعده الزميل فؤاد فارس ثم نبدأ حوارنا. نتابع التقرير مشاهدينا. حوار مستأنف أم حوار جديد؟ سؤال يفترض أن لا بديل عن الحوار وأن الخلاف يكمن في التفاصيل فقط، غير أن الواقع يبدو غير ذلك، فالتطورات على الأرض تنبئ بما هو أكبر من خلاف البداية ونقاشات المكان. عملياً يبدو أن خروج هادي من صنعاء قد فتح الباب على مصراعيه لكل الخيارات، غير أن الرجل ومؤيدي شرعيته والمجتمع الدولي والإقليمي يجعلون من الحوار خيارا وحيدا، رافضين أن تجر اليمن إلى ميدان غير ميدان الحوار. حوار أكد بن عمر من عدن أن مرجعيته لم تتغير، مشددا على أن هذه الأسس تستند إلى المبادرة الخليجية ونتائج الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن. وفيما اعتبر المبعوث الأممي أن عودة هادي لمزاولة عمله من شأنها أن تشكل عاملا مساعدا على إخراج البلاد من أزمتها، يرى الحوثيون أن خروج هادي من صنعاء بات أساس المشكلة، مصرين في ذات الوقت أن إعلانهم المرجعية وصنعاء المكان الوحيد. فيما تؤكد أطراف أخرى أن كل ما تلى 21 سبتمبر يعد تصرفا انقلابيا ومن غير المعقول أن يمثل أساسا للحل، معتبرين أن صنعاء في ظل الانقلاب مكان غير ملائم للحوار، وهو ما عززته تصرفات الحوثيين في تقييد حرية الحركة لقيادات أحزاب وسياسيين ومنعهم من السفر، معززين بذلك القناعة المترسخة أن منطق الحوار وسلاح الحرب لا يجتمعان في قاعة واحدة. لا حوار في صنعاء إذن، هكذا يقول الأغلب. وفيما يطرح البعض خيار عدن ويرجح الأكثر تعز، يتحدث آخرون عن حوار خارج اليمن، نقاشات دفعت الحليف إلى البروز للواجهة معلنا رفضه من حيث المبدأ الحديث عن نقل الحوار من صنعاء، وهو رفض يقول مراقبون أن الأحداث على الأرض قد تجاوزت، وأن على الأطراف أن تخرج من دائرة الخلاف على المكان ونقطة البداية ليلتقوا في حوار جاد ينقذ ما تبقى من وطن. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. أبدأ مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد شمسان فيما يتعلق برئيس الجمهورية فوض جمال بن عمر في اختيار المكان المناسب والآمن لإدارة الحوار، قابله رفض من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام مؤخرا، ماذا يعني هذا؟ في الحقيقة من الطبيعي جدا أن تبحث الأطراف السياسية على مكان آمن للحوار، لأن المشاورات في صنعاء خلال الفترة الماضية أثبتت أنها وصلت إلى طريق مسدود، أو أن ربما العوامل الخارجية أثرت على مجريات الحوار الوطني، وكانت ربما الطرف الحوثي الذي يمتلك القوة ويمتلك أيضا صناعة القرار السياسي ربما هو الطرف الذي يملي شروطه وإملاءاته وخياراته على المتحاورين، وبالتالي عجزت الأطراف السياسية عن التوافق. الآن ربما الرئيس عبد الرب منصور هادي بخروجه مثل مخرجا حقيقيا للأزمة الحالية، وهناك بارقة أمل من أن الأطراف السياسية يمكنها أن تتوصل إلى حلول إزاء كل القضايا العالقة. اليوم نحن أمام طيب من الطبيعي قناعة دولية ربما تقتضي أن محمد هناك أن يبحث الناس عن مكان آمن، لكن الطرف الآخر يرفض هذه الفكرة ويقول لك صنعاء آمن. هذا الرفض مجرد ابتزاز سياسي، يعني نحن تعودنا على في العمليات السابقة منذ العام ربما منذ توقيع المبادرة الخليجية، يعني كانت بعض الأطراف تبدأ لتتعنت، لكن هذا التعنت ربما يقابله حوار آخر من تحت الطاولة. هذا التعنت ربما لن يكون هو يعني القرار الفيصل للأطراف التي ربما أبدت. نحن أمام خيارين حقيقيين، إما أن يتم البحث عن مدينة آمنة تكون في حاضنة الدولة لإجراء حوار بين كافة الأطراف تكون فيها الفرص متساوية للجميع، أو أن يتم إخلاء العاصمة من المسلحين وإعادتها إلى حاضنة الدولة ومن ثم يستأنف عملية الحوار. الرفض للمؤتمر الشعبي العام وجماعة الحوثي أنا أعتقد أنه مجرد ابتزاز سياسي يحاولون من خلاله ربما الحصول على مكاسب أو فرض شروط أخرى قبل بدء جولة الحوار التي سيرعاها الرئيس عبد الرب منصور هادي والأمين العام وأيضا الممثل الأمين العام
بدعم الأمم المتحدة. أنا أعتقد أن هذا الرفض يعني المشاورات خلال اليومين القادمين ستكون كفيلة بإزالة المواقف هذه، وإذا ما أصرت الأطراف فهذا يعني أنها ترفض حقيقة ترفض الخروج من الأزمة وتعيق أيضا العملية السياسية وتقود البلاد نحو المشروع. نعم. أستاذ عبد الخالق الضيفاني المحلل السياسي من تعز، ترى أنه دكتور عبد الله الضيفاني، الدكتور عبد الله الضيفاني المعذرة، دكتور عبد الله، تعتقد أنه توجهات المؤتمر الشعبي العام التي أعلن عنها من خلال رفضه لانتقال الحوار من العاصمة صنعاء التي توافقت مع يعني توجهات الحوثيين بنفس المطلب عدم خروج الحوار من العاصمة صنعاء، هل هو نوع من التحالف أم توافق بشكل أو بآخر ليس الغرض من ظهور تحالف على العلن؟ هو أولا شكرا جزيلا. أولا أنا عندي ملاحظات عامة، قضية الحوار ومكان الحوار، هل المشكلة في مكان الحوار أم المشكلة في المتحاورين؟ لأن لو نقلت الحوار إلى أي مكان في العالم والهاتف شغال والنوايا غير مخلصة وغير صادقة فلا يبدي مكان الحوار على الإطلاق. هل نستطيع أن نغير النوايا؟ ولذلك الإصرار على بقاء الحوار في صنعاء هو جزء من أن النوايا ليست مخلصة وليست صادقة، لأن التشبث بمكان معين والحديث عن العاصمة التي ليس لها أي ملمح من ملامح العاصمة لأنها صارت محتلة، صارت سكنة عسكرية، صارت مخزن أسلحة، صارت مليئة بالميليشيات المسلحة، شوارعها، أزقتها، مؤسساتها، ما هي العاصمة؟ العاصمة هي يفترض أن تكون أكثر مدن الدولة أمنا واستقرارا. ولذلك أنا أعتقد بأن هذه حجج وذرائع، لأن الحوثي أنا بالنسبة لي مسيرته من مران إلى اليوم هي مسيرة ذرائعية، في كل نقطة يختلق ذريعة معينة لكي يعطل حتى يمر بخطته التي خرج من أجلها. أعتقد بأنه لا يدوى من الحوار مع جماعات لا تؤمن بالأصل لكن بنفس الطريقة المؤتمر الشعبي العام اعترض على نقل الحوار من العاصمة صنعاء، هل تعتقد أن هدف اعتراض المؤتمر الشعبي العام هو نفسه هدف اعتراض جماعة الحوثي؟ على أساس ماذا؟ يعني المؤتمر الشعبي العام اعترض على نقل الحوار من صنعاء، هل الهدف والغرض الذي اعترض من خلاله أو بسببه المؤتمر الشعبي العام هو نفس الغرض والهدف الذي اعترض له الحوثي مثلا؟ التوافق، شوف التوافق وارد والتنسيق وارد، ووصول الحوثيين إلى صنعاء دليل على هذا التوافق. أعتقد بأن الذي لا يرى هو الذي يقول أنه ليس هناك أي اتفاق من أي نوع بأي مستوى بين الحوثي وبين ولا أقول المؤتمر الشعبي العام، لأنه إذا عممنا وقلنا المؤتمر الشعبي العام فنكون ظالمين. المؤتمر الشعبي العام ليس له قرار، القرار مستلب والقرار يخرج من مصدر واحد، البقية ليس لهم قرار. هناك شرفاء في المؤتمر الشعبي نجلس معهم، رأيهم واضح، قرار يعني رؤيتهم محددة مع الشرعية الدستورية مع الخروج من هذه الأزمة. أعتقد بأنه علينا، وكذلك بالنسبة للحوثيين، الحوثيين لا تعتقد بأنهم جماعة شوروية، جماعة ديمقراطية، جماعة تتخذ القرار. أنا أعتقد لو أنت المتابع يعلم جيدا بأنه أي خطوة يراد لها لابد أن يخرج الأخ عبد الملك بخطاب من التلفزيون من المسيرة ويقول لهم افعلوا كذا وافعلوا كذا، حتى في المسيرات، حتى في أي خطوة من الخطوات. فنحن الآن طيب. نقع بين فردين، بين الأخ علي وبين الأخ عبد الملك. طيب يا دكتور ابقى معي، ابقى معي دكتور عبد الله، ساعود إليك. الأستاذ محمد هنا تعتقد أيضا أنه كان في الأمس يتم وصف الحوار بأنه حوار عبثي بامتياز، اليوم بعد ما خرج الرئيس عبد الرب منصور هادي من إقامته الجبرية وانتقل إلى عدن، يمكن أن يعول الناس على الحوار؟ أنا أعتقد بوجهة نظري الشخصية أنه ليس ثم الطريق أمام اليمنيين سوى الحوار. يعني الحوار أو الحوار، الخيار الآخر إما أن ينزل الناس بعمل مدني وبممارسة حقهم في الاحتجاجات، وبالتالي تكون هناك احتجاجات واسعة
لإسقاط الإعلان الدستوري ولإسقاط أيضا عملية الانقلاب على الشرعية التوافقية، أو أن يذهب الناس إلى الحرب والدمار والخراب. الآن ربما آمال الحوار والخروج عبر الحوار أعتقد أنها أصبحت كثيرة بعد خروج الرئيس عبد الرب منصور هادي، وأيضا في ظل تحركات مكثفة للدبلوماسية الدولية التي باتت تحث جميع الأطراف للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام. أعتقد أن هذا سيكون أفضل من حالة الانسداد التي نحن عليها اليوم. المشهد السياسي يعيش حالة انسداد تام، حالة احتقان، تصاعد مستمر، حالة شحم بين الأطراف السياسية. هذا لن يقودنا إلا إلى مربع ضيق، ربما قد ينفجر هذا المربع ويؤدي إلى نتائج كارثية. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهل المشكلة الآن في المكان الآمن؟ المشكلة كما وصفها الدكتور حقيقة الدكتور عبد الله الذيفاني، قال المشكلة في الأطراف السياسية قبل أن تكون في المكان الآمن، لكن أيضا المكان يلعب دور أساسي، لأن صنعاء طوال الفترة الماضية صنعاء الآن مسيطر عليها من قبل ميليشيات مسلحة، مسيطر على أجهزة الأمن وأجهزة الجيش ومؤسسات الدولة ومربع صناعة القرار السياسي حتى في دار الرئاسة القصر الجمهوري، كلها تقع تحت سيطرة طرف واحد من أطراف العملية السياسية. هذا الاستحواذ وعملية الاستيلاء على صناعة القرار السياسي تؤثر كثيرا على مجريات الحوار الوطني، وتجعل الأطراف الأخرى مجرد أطراف هامشية في الحوار الوطني لا تستطيع أن تبدي آراءها بحرية، لأن الطرف الذي يمتلك السلاح ويمتلك القوة هو الذي يملي خياراته ويملي شروطاته على 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 على, على عملية الحوار وعلى أطراف المعادلة السياسية. كما عرفنا خلال الفترة السابقة كان الإخوة في المشترك يعني يحاورون، ولكنهم لا يستطيعون أن يمرروا أي قرار أو أن يمرروا أي رأي من 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 خلال طاولة الحوار، لأن الطرف جماعة الأنصار الله الحوثيين يملون شروطهم ويملون خياراتهم ويأتون بأجندة مسبقة فقط لكي يتم التوقيع عليها من قبل الأطراف السياسية. اليوم بعد خروج الرئيس عبد الرحمن منصور هادي ربما فتح أبواب كثيرة أمام العملية السياسية للخروج بحلول. الرئيس عادت له الشرعية أولا بعودة الرئيس عبد الرب منصور هادي، سقط الإعلان الدستوري، وبالتالي لا ينبغي أن يظل الحوار تحت الإعلان الدستوري، تحت سقف الإعلان الدستوري. يجب أن يعود الحوار إلى شرعية الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي يستمد شرعيته أصلا من المبادرة الخلية ومن ورقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي مددت للرئيس عبد الرب منصور هادي سنتين. نحن أمام حالة انسداد، هذه عملية الانسداد هذه لا يمكن الخروج منها إلا بنقل الحوار إلى مكان يكون في حاضنة الدولة، تكون أجهزة الأمن تحت سيطرة الدولة، تكون كافة القوى فيه متساوية ولذلك من حيث القوى ومن حيث أيضا الموازين. ولا ينبغي للطرف أن يستولي على صناعة القرار السياسي ثم يملي خياراته على الأطراف على الأطراف الأخرى. ولذلك ربما برزت محافظتين هنا في اليمن، محافظة عدن ومحافظة تعز كمكان بديل. يمكن البحث حتى في حضرموت في أماكن طيب. أخرى إذا كان لديهم عقدة فقط من عدن أو تعز يبحثوا عن خيار حضرموت عن أي خيار عن مارب. المهم أن تكون أنت عن مارب مثلا. لماذا؟ لأن هذه المدن هي تحت خاضعة الدولة. طيب الدكتور عبد الله الذيفاني، تعتقد انه محافظة تعز ومحافظة عدن التي يتم الإشارة اليهما، تعتقد انهما آمنتان اليوم لإجراء حوار بين الأطراف؟ تعتبر مناطق آمنة؟ اعتقد ان اليمن كلها ليست آمنة. الحديث عن المنطقة الآمنة في ظل الأوضاع الموجودة وفي ظل الميليشيات المنتشرة في كل مكان، في عدن عندك حراك يعكر صفو الحوار، في تعز لا تعتقد بأنه ليس فيها ما يمكن أن يعكر القضية، ليست في الحوار في مكان الحوار. أعتقد لو رجعنا تاريخيا اليمن أكثر دولة في العالم استهلكت الحوار من الستينات إلى اليوم، حوار 94 انتهى بحرب، وحوار الأخير انتهى أيضا بحرب. القضية في أطراف الحوار يا أخي الكريم، هل الآن الأوان لأن يحترموا هذا البلد وأن يقدروا مصالح هؤلاء الناس الذين الآن يتجرعوا؟ لكن إذا لم يتم التوافق يا دكتور، إذا لم يتم التوافق على المكان لن يبدأ الحوار. المكان لابد أن يعني أن يخرج من صنعاء مش لبحث عن مكان آمن، لكي نقول للمسلحين نحن لسنا معكم. الخروج من صنعاء هو رسالة للمسلحين وليس بحثا عن مكانا آمنا، لأن احتلال العاصمة ينبغي أن يكون هناك موقف حازم وصارم من القوى السياسية التي ما زالت على طاولة الحوار. نقول لهم كفى عليكم أن تقولوا كلمة لهؤلاء المسلحين الذين اغتصبوا الدولة، اغتصبوا مؤسساتها، فككوا
اليمن الآن معرض لتمزق، اليمن معرض إلى مجهول، لابد أن يكون هناك موقف بأنه لن نحاور في هذه العاصمة التي استبيحت، هذه العاصمة التي فيما أشرت إليه دكتور فيما يتعلق بأنه اليمن ربما يكون كله غير آمن لإجراء حوار على الأقل من وجهة نظر كل طرف، يعني مثلا المسيطرين على صنعاء يقولون عدن غير آمن، والمسيطرين على بقية المحافظات يقولون صنعاء غير آمنة. هل هذا يدفع الجميع في التوجه إلى خارج اليمن كحل وسط وبديل؟ طيب أنا معك في انتقال المكان، لكن دعنا نفترض بأنه وجد مكان آمن ولتكن تعز مثلا مكان آمن أو عدن، ما مخرجة الحوار من سينفذها؟ هل المشكلة بأنه ينعقد الحوار وتنتهي المسألة؟ هل التوقيع في 94 على وثيقة العدل والاتفاق قالوا لابد أن يكون في هناك مكان آخر غير صنعاء وغير عدن لكي يشهد العالم على هذا التوقيع، وخرج الناس ووقعوا في عمان، وبعد ما عادوا من عمان حرب 94. القضية في الأطراف، هل سينفذوا مخرجات الحوار؟ طيب يا دكتور ما دمت أثرت هذه النقطة، ما المطلوب؟ يعني واضح من خلال التجارب السابقة أن الحوار ربما غير مجدي لأن النوايا لم تصدق، ما المطلوب؟ المطلوب شوف كما قلنا أن يكون في موقف من كل القوى السياسية وموقف رادع. الاتفاق السلم المشتركة الإخوة الحوثيون صاغوا معظم نصوصه، لماذا لم ينفذوه؟ المواد الأولى والثانية وغيرها تقول عليهم أن يخرجوا من صنعاء ويسلموا الأسلحة بمجرد تسمية رئيس الوزراء وتسمية الحكومة. ذهبوا يريدوا أن يبحثوا أن ينفذوا البند السابع من اتفاقية السلم المشتركة، وبقية البنود أسقطوها. القضية في النوايا، مخرجات الحوار، تمام، مخرجات الحوار هم الطرف أساسي فيها، وتنص هذه المخرجات على أن يسلموا الأسلحة والكل يتحول إلى دولة مدنية، الى 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 الحوار السلمي، الى استخدام المنطق والعقل. اذا يا دكتور، القضية يا اخي الكريم، القضية في العقلية التي لم تتغير، نحن امام عقلية تنظر الى البلد بانه صار غنيمة. دكتور عبد الله، يبدو ان قواعد اولويات الحوار ومنطلقاته ربما لابد ان تشهد تغيرا في المرحلة القادمة، وهذا ما سيؤشر على أن الحوار سيمضي نحو الأمام أم لا؟ اسمح لي هنا أنتقل للدكتور محمد شمسان في هذه النقطة. الأستاذ محمد شمسان في هذه النقطة بما يتعلق ب يعني أولويات الحوار، بمعنى هل سيبدأ الناس من تشكيل حكومة وسلم مشاركة، أن سيبدأون بالنقاط المتعثرة منذ زمن ماضي طويل تم التوقيع عليها ولم تنفذ؟ أنا أؤكد أن من أولويات الحوار كما ذهب الدكتور عبد الله الضيفاني حسن النوايا. لا، هذه لا تستطيع أن تتحكم عندها. حسن النوايا يجب أن تتوفر عند جميع الأطراف. إذا كان الجميع لديهم قناعة أن اليمن في حالة انسداد وأنه من الضروري بمكان أن تخرج اليمن من حالة الانسداد السياسي ويتجاوزون هذه الصعوبات والتحديات، وبالتالي العملية السياسية تسير نحو الأمام، عليهم أن يعني تتوفر لديهم من حسن النوايا ويعملوا بشكل جدي ومسؤول. أستاذ محمد، عبد الملك الحوثي يظهر ويقول أنه يطالب بتنفيذ مخرجات الحوار وما تم التوقيع عليه من السلم الخراب. النوايا، هذه النوايا عبد الملك تعودنا عليها، هي تأتي في إطار عملية التحشيد والشحن. كيف ستتحكم بالنوايا والتصعيد؟ لكن أنا أقول أنه نحن ما زلنا نراهن على أن ثمة عقلاء، يعني عقلاء موجودين في كل المكونات السياسية. حقيقة صحيح أن العقلاء ربما تواروا عن المشهد السياسي وربما تصدر المشهد السياسي من لديهم حالة من الجنون، لكن أيضا أنا أراهن على الحكمة اليمنية بدرجة أساسية. نحن في وضع خطير جدا، ربما الأمور الآن تنحشر في مربع ضيق، هذا المربع قد ينفجر ويؤدي إلى مآلات كارثية، يعني مرحلة لا عودة. من أين ينبغي أن يبدأ؟ نبدأ اليوم أولا من حسن النوايا، ثم بعد ذلك نتفق على ما هي متطلبات الحوار هذه، ما هي الضمانات التي ستؤدي إلى تنفيذ ما يتم التوصل إليه من 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 هذا الحوار. يعني نحن قضينا فترة عام تقريبا في حوار، ومن ثم خرجنا بوثيقة نهائية ربما مثلت هي المشروع الوطني الحقيقي لكل الأطراف السياسية. أتينا بورقة ضمانات للحوار، تم التوقيع على ورقة الضمانات، ثم بعد ذلك دخلنا في حرب وحروب ودماء وما إلى ذلك. الآن نحن أمام جولة جديدة من الحوار. ما هي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار المشاورات التي ستجرى مستقبلا؟ على المبعوث الأمم
الأممي أن يكون مسؤول بدرجة رئيسية. هو طالب قبل يومين الأطراف السياسية أن تكون مسؤولة، أنا أطالبه هنا شخصيا أن يكون هو مسؤول أولا، وأن يعني يتحلى بمسؤولية في أداء مهمته. هل هو مقتنع بأن تخرج اليمن من حالة الانسداد السياسي؟ أنا أعتقد أنه لعب دور سلبي المبعوث الأممي طيب. خلال الفترة الماضية ولم يكن لديه النية لإخراج اليمنيين نحو محمد. فيما يتعلق في موضوع أولويات الحوار، يعني هل يعقل ويمكن أن يتحرك الناس في حوار ويترك العاصمة بما فيها من سيطرة لجماعة معينة وغيرها من المحافظات؟ هل يمكن أن يتجاوزوا مثلا هذه النقطة ويبدأوا؟ يمكن أن تطرح. نحن الآن، أنا قلت نحن أمام خيارين، هو سيتم المقايضة، شوف المقايضة التي يجب أن تجرى الآن، إما أن يتم نقل الحوار الوطني أو أن يتم إعادة صنعاء إلى حاضنة الدولة، يتم إخراج الميليشيات المسلحة وإعادة مؤسسة الدولة، وبالتالي تعود الشرعية للرئيس التوافقي ثم يستأنف الحوار. هنا سيكون الحوار ربما هذه المشاورات التي يجب أن تجرى الآن والتي يجب أن تركز عليها الأطراف السياسية، إما أن ننقل الحوار إلى مكان آمن أو أن يتم إعادة صنعاء إلى حاضنة الدولة وإخراج الميليشيات المسلحة والمسلحين من كافة مؤسسة الدولة ويعاد الشرعية للرئيس عبد المنصور هادي وتعود الأحزاب إلى طاولة الحوار متكافئة في الفرص ومتكافئة في القوة أيضا. طيب دعني أختم مع الدكتور عبدالله الضيفاني بهذا السؤال فيما يتعلق بأطراف الحوار والمفاوضات التي ربما إن بدأت ستكون موجودة على الطاولة، هل هناك أطراف جديدة ربما تعود إلى طاولة الحوار من ضمنها رئيس الجمهورية كطرف أو حتى على الأقل يعني من يمثله، وكذلك الجمهورية راعي للعملية السياسية وهو المرجعية الوحيد، لكن هناك من ينازعه في الشرعية. ما فيش أي شرعية تنازع الرئيس عبد المنصور هادي، يعني المتحاورين سيتحاوروا على شرعية أيضا رئيس الجمهورية وشرعية مجلس النواب وغيره. ماذا عن أيضا الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال دكتور عبد الله؟ هل ممكن أيضا أن يكون طرف؟ هل سنشهد دخول أطراف أخرى مثلا؟ دعني أولا أقول بالنسبة لأولويات الحوار، شوف الاختلاف حصل أي إنه الناس الآن يتحاوروا حول مجلس رئاسة، في حين إنه في رئيس شرعي اختير من قبل الناس جميعا. ما الجدوى؟ نحن الآن في فترة انتقالية، يفترض بأن الناس ينتقلوا إلى الوضع الدائم. مجلس رئاسة، لماذا مجلس رئاسة موجود عندنا رئيس أولا؟ ثم الحديث عن مجلس ما يسمى مجلس وطني، لماذا المجلس الوطني وعندنا هيئة تشريعية قائمة؟ هذا يدل بأن الأطراف يريدوا أولا أن يزعزعوا المؤسسات القائمة لكي يؤسسوا مؤسسات جديدة، بمعنى أن القوى السياسية دون أن تعلن هي مع الإعلان هذا الانقلابي اللي يسمى من طرف الإخوة الحوثيين بأنه انقلاب إعلان دستوري، لأن هذا الإعلان الدستوري هو الذي حدد هذه المطالب على الإخوة في القوى السياسية وأطراف الحوار جميعا. في دقيقة إذا أرادوا دكتور لو سمحت. إذا أرادوا حقيقة أن ينطلقوا من المرجعيات، لا ينطلقوا من الإعلان هذا الانقلابي، ليس له وزن، ليس له قيمة. هذه النقطة قد ذكرها جمال بن عمر بأن منطلقات الحوار ستكون المبادرة الخليجية واتفاق السلم والشراكة وقرارات مجلس الأمن الدولي. بن عمر جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، هو يتحدث الآن بأنه قد تم التوافق على توسيع مجلس النواب. مجلس توسيع مجلس النواب هذا يعتبر خرق دستوري لدستور قائم، لم يصوت بعد على الدستور الجديد. مجلس النواب له شرعية مستمدة من الدستور القائم الآن، يوسع على أي أساس؟ مجلس الشورى تمام وتوسيعه على النحو الذي يريده وجمع الغرفتين حديث عن دستور جديد، تمام الغرفتين حديث عن دستور جديد لاحق بعد الاستفتاء عليه، فليقوم الناس يتحاوروا حول الغرفتين وكيفية تشكيلهما، لكن الدستور الجديد لم ينزل للتصويت، الدستور الجديد لم يقر، كيف يتحاورون؟ بن عمر يجاري الحوثيين دون أن يعلم ذلك. اليوم نحن مطالبين بأن نقول بن عمر حاور كما يريد اليمنيون، ليس كما يريد من يحمل السلاح. شكرا لك. على ذلك إن هذا تشريع لمن أراد أن يجعل قوله ورأيه يمضي، عليه أن يحمل السلاح، عليه أن ينزل يقتل ويدمر وينسف لكي يستمع الناس إليه. الخلل يا سيدي العزيز هو في بن عمر الذي قبل وذهب إلى صعدة وقابل الإخوة الحوثيين للحوار دون أن يشترط منهم أن يضعوا السلاح جانبا، قبلوهم ليس جمال بن عمر وهم مسلحين، ليس جمال بن عمر هو الذي أشركهم لوحده. دكتور ليس جمال بن عمر هو الذي أشركهم، بل أيضا القوى السياسية قبلت بأن تتحاور معهم وكذلك رئيس الجمهورية.
بما فيهم رئيس النبوية. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله الضيفاني. كلهم آثمون. عذرا على المقاطعة دكتور عبد الله الضيفاني المحلل السياسي، انتهى بي الوقت عند هذه النقطة. شكرا جزيلا لك. شكرا للأستاذ محمد شمسان الكاتب والمحلل السياسي، كاتب الصحفي، كاتب الصحفي والمحلل السياسي. ما فيش محلل سياسي. أشكركم مشاهدين الكرام على المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى يوم غد في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن، يكون معكم فيه الزميل همدان شايف، استودعكم الله.